نشرة أخبار السادسة من قناة كافان كات تي في، هذه أبرز عنوانها. شركة طرق السيار بالمغرب تنفي وقوع فيضانات في أجزاء من شبكتها. 3 جرحى في هجوم بسكين في فيينا. والجمع العام الاستثنائي لاتحاد طنجة يقرر إحداث شركة رياضية. هذه تفاصيل النشرة، أهلا بكم. تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية، استقبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديدي بمقر هذه الإدارة بالرباط نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي مارتن تالابا، الذي يقوم بزيارة للمملكة على رأس وفد هام. وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن المسؤولين تبادلا خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير جمهورية التشيك بالمغرب فيكتور لورينغ وجهات النظر بشأن وسائل وسبل تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مجال الدفاع الوطني. وأضاف البلاغ أن المسؤولين أشادا في هذا الصدد بعلاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين في العديد من المجالات، وعبرا عن اهتمامهما بتعزيز التعاون العسكري الثنائي في أفق يعود على الجانبين بالنفع، مبرزا أنه في سياق المباحثات عبر الوزيران عن إرادتهما في تفعيل مشروع اتفاق التعاون العسكري والتقني الذي يوجد حاليا في أطواره النهائية بين البلدين. وخلص البلاغ إلى أن نائب وزير الشؤون الخارجية التشيكي أشاد بهذه المناسبة بالإنجازات الهامة والمتواصلة التي حققتها المملكة تحت قيادة جلالة الملك، مبرزا الانخراط الفعال للمملكة لصالح السلم والاستقرار سواء على المستوى الدولي أو الجهوي. وفي خبر آخر، أكدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب اليوم الخميس أن ما تم تداوله مؤخرا عن أنباء وصور بشأن حدوث فيضانات مزعومة بعدة أجزاء من شبكة الطرق السيارة الوطنية لا يتعلق بهذه الشبكة. وأفادت الشركة في بلاغ لها أن هذه الصور والأخبار المزعومة يرجع تاريخها إلى العام الماضي، مطمئنة مستخدمي طريق السيار بشأن عدم وقوع أي حادث من هذا النوع على شبكة طرق السيارة. وشددت الشركة على أنه وبغض النظر عن الأحوال الجوية فإن السلامة تقع في صلب أهدافها وتحظى بالتزامها وتعبئتها المتواصلة. وأضاف البلاغ أن الشركة تحرص أيضا في الميدان وعن بعد على أن تتم تنقلات مستخدمي الطريق السيار في أفضل ظروف السلامة والراحة على مدار اليوم، مشددة على أن هذا الالتزام مكن طرق السيارة المغربية من أن تصبح 4 مرات أكثر أمانا من الطرق العادية. في الخبر المحلي، أدت التساقطات المطرية التي شهدتها مدينة طنجة عشية أمس الأربعاء إلى وقوع حادثة سير خطيرة بمدخل مطار ابن بطوطة بين سيارة خفيفة ودراجة نارية من نوع تريبورتور. تفاصيل أكثر عن الحادثة بعدسة الزميل بلال كمال. حادثة سير خطيرة شهدتها مدينة طنجة أمس الأربعاء بمدخل مطار ابن بطوطة الدولي على إثر اصطدام بين سيارة خفيفة ودراجة ثلاثية العجلات. خويا، بالنسبة لهذه الحادثة هذه اللي وقعت، وهذا التريبورتور كان جاي معنا يا أخي، وكتعرف بأنه الشتا كتعطالو هذا والأمطار الخيرية هذه، مع شوية الشتا كطيح السيد جاي ماشي معنا، الآخر دار عليه في الرومبوان تضرب السيد تلاح له هذا الشيء، هذا الشيء اللي كاين يا أخي. لا لا، الإصابة عنده على مستوى الدار، الدار اللي عنده فيه إصابة شي شوية، ولكن الحمد لله لطف الله مما لا. وبالنسبة للريبورتر، بالنسبة للمشكل اللي كان هو الشتاء، ما نقدرش نقوله السرعة ولا هذا. الحادثة أسفرت عن تعرض صاحب الدراجة النارية لإصابة خطيرة على مستوى الظهر، ليتم نقله للمستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة من أجل تلقي العلاجات الضرورية. محليا، دائما في خطوة هي الأولى من نوعها داخل الحرم الجامعي بمدينة طنجة، نظم نادي فضاء الطالب يومي 7 و8 من مارس الجاري حملة للتبرع بالدم هامة الطلبة والأساتذة بجامعة عبد الملك السعدي. تفاصيل أكثر عن الموضوع بعدسة الزميل بلال كمال وأسامة أزين. بشراكة مع الهلال الأحمر المغربي ومركز تحاقن الدم، نظم فضاء الطالب بجامعة عبد الملك السعدي بطنجة حملة للتبرع بالدم يومي 7 و8 من مارس الجاري.
الحمد لله هذه الحملة لقات واحد الإقبال كبير. كان اليوم الأول لقى نجاح كبير وكان العدد المتبرعين يعني ممتاز. اليوم الثاني أيضا كنشوفوا الإقبال يعني جميل وهالنموذج في نواد المتبرعين. هذه المبادرة أول مرة كتعمل في جامعة عبد الملك سعد يعني كلية الحقوق ويعني بمبادرة من نادي فضاء الطالب ويعني نيابة عن المكتب المسير وعن جميع الأعضاء. كنشكر جميع المتبرعين اللي لبوا الدعوة ديالنا في هذا اليوم. كان تبرع من طرف الطلبة ومن طرف الموظفين والأساتذة أيضا. دوليا تعرض 3 أشخاص وهم أب وأم وابنتهما لإصابات خطيرة إثر هجوم بسكين نفذه ضدهم شخص مجهول الهوية مساء أمس الأربعاء على إحدى الطرقات العامة في فيينا حسب ما ذكرت الشرطة المحلية. ونقلت وكالة الأنباء النمساوية عن مصدر أمني أن الاعتداء الذي لم تتضح على الفور ظروفه أو دوافعه حصل في أولى ساعات المساء قرب محطة المترو الأنفاق في الدائرة الثانية للعاصمة النمساوية. وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما بدأت عمليات البحث عن منفذ الاعتداء الذي لاذ بالفرار. في الشق الرياضي احتضنت قاعة الندوات بالملعب الكبير بطنجة مساء أمس الأربعاء الجمع العام الاستثنائي لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم. كاميرا كاب 24 تي في كانت حاضرة في اللقاء وأعدت لكم التقرير التالي بعدسة بلال كمال وعادل الوريغلي الطويل والتعليق للزميل أسامة أوزي. صادق مساء أمس الأربعاء منخرطو فريق اتحاد طنجة لكرة القدم خلال الجمع العام الاستثنائي على جدول أعمال اللقاء الذي هم 3 نقط أساسية وتشمل المصادقة على ملائمة القانون الأساسي للجمعية بقانون التربية البدنية 30/09، القانون الداخلي للجمعية وإحداث الجمعية لشركة رياضية. اليوم من الجمع العام الاستثنائي والحمد لله مر بواحد الطريقة اللي هي حقا تمشتو. كانت القراءة فيما يخص الشروحات فيما يخص القانون الأساسي اللي هو مقبل يعني إن شاء الله، وهذا أهم نقطة. وفي خلو إن شاء الله كنتسناو غير القوانين توضعوا باش يمكننا حتى حنا فريق اتحاد طنجة باش يتاوي يرجع للشركة اللي غتكون إن شاء الله غتكون عندها واحد قيمة إضافية بالنسبة لكرة القدم. وعن السرعة التي مر بها الجمع العام يقول رئيس الفريق: وكتعرفوا حنا ديجا هذا الشيء بعدا راه كانوا الاخوان طالعين عليه، راه كانوا قارين التقارير الاعضاء المنخرطين وما وقعت شي اسئله. وزيدوا انا فتحت النقاش تما شي مرو قلق مرو التصويت واللي مر في واحد الجو الاخوي وفعلا ما كاينش شي مناقشه اللي هي غادي تاخذ شي. اهم حاجه هما كانوا مطلعين على هاد القوانين كلها. نبقى في الشق الرياضي حيث يخوض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم مباراتين وديتين استعدادا لخوض نهائيات كأس العالم 2018 المقررة الصيف المقبل بروسيا. وسيواجه أسود الأطلس في لقائهم الودي الأول منتخب صربيا يوم 23 مارس الجاري بملعب تورينو الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية 7:30 بالتوقيت المغربي، على أن يخوضوا مباراتهم الثانية ضد منتخب أوزباكستان يوم 27 من مارس بملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء اعتبارا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي. ويذكر أن المنتخب الوطني المغربي سيجري أولى مبارياته برسم نهائيات كأس العالم ضد المنتخب الإيراني، في حين سيواجه خلال مباراته الثانية المنتخب البرتغالي على أن يقابل في آخر لقاء له عن المجموعة الثانية المنتخب الإسباني. احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، عدسات كاب 24 تي في استقت لكم بعض تصريحات إعلامية المدينة لنشاهد. كل مرأة مغربية من موقعها سواء كانت إعلامية أو غير ذلك أن تثق في نفسها، أن تواصل شق طريقها بكل كد وباجتهاد، تخرج من موقع الضحية، تخرج من موقع الخضوع إلى موقع تحمل المسؤولية والأخذ بالأسباب والنضال. دائما كنقول على أن ربما أهم شيء هو تثقيف المرأة، ودائما ربما تثقيف المرأة يعتمد عليها هي بالدرجة الأولى، يعني هي الأولى اللي خصها أنها تبحث تثقف راسها كإنسانة باش تكون كفاعلة داخل هذا المجتمع، ما تبقاش مستهلكة فقط. نهاية النشرة، للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني كافانكاتخ.تي في. شكرا على حسن المتابعة.